وجوز تتبول. احنا راح ناخذه كله فريش وبعدين نطحنه وبعدين حتى يصير عندنا كله فريش، يعني التركيب مالته تكون بالبهارات الفريش ان شاء الله. راح نخلي دارسين راح نخلي كمون وراح نخلي من هذا لا خليك من هذا لك شوي افضل شويه كبابة خلي لك، خليك شوي قرنفل كزبره على الكزبره. سمعتوا؟ عندك الفلفل الاسود سمعتوا، وعندك نانا جوز الطيب او جوز البوه. يلا نبلش. وعندك الهيل الورد ان شاء الله ترتب لك اياها ترتيبه حلوه ان شاء الله. اول شيء راح ناخذ الشيء الفريش وبعدين راح نطحنه إن شاء الله. حتى تصير عندنا بهارات بيرفكت ان شاء الله. عجيب رهيب رهيب عجيب. ناخذ الجوزه. اول عرفت ايش قد عندي الكميه؟ انا عندي كميه كيلو. كيلو؟ اي على قد الكيلو يعني. بس انا رتب لك اياها ان شاء الله. تمام. ان شاء الله سرتب لك اياها. هذا عراقي مو؟ هذا عراقي وفي جي قسم بي جي بي سوري. والله. اوكي. خلينا بس بالعراقي. انا سولف قبل شويه قلت انه اكو عدد تبسي قيمه فاصوليا تمن الابيض بس الابيض برياني اكو احمر برياني اكو احمر باقي لي اكو يسوي وهاي شعريه والشعريه اللي تخبل هاي هسه انا موضوعي وين؟ انا موضوعي عن القوزي. اليوم راح اطبخ انا وياك القوزي. جبت لحمه مرتبه حلوه وجبت وياها بهاراتها انا بدي اشوف من هنا انت خال فلفل وبصل وحامض وحامض والبهارات. حامض ما يطي مروره؟ لا لا ما يطي. انا حامض اراري يطي مروره بس الحامض ما يطي مروره. زين كميه الدهن زيت خلي زيت زين ما نشتغل على اللي هي مالتها او لا نشتغل على الزيت اللحم. طبعا المطعم هذا من اقدم المطاعم الموجوده من سنه 79 سنه 79 انت هنا انا ايه والله الوالد الله يرحمه ما شاء الله وظليت هنا ما شاء الله ما شاء الله. بدي اقول لكم اني اكل بيت اصلي يعني انا سالم مرتاح صراحه اليوم وحاط القوزي غير شكل صح ولا لا؟ خلينا هنا مثل ما قلنا ليمون حامض وخلينا فلفل اخضر وخلينا وبصل وبصل والبهارات اللي هي الدارسين والقرنفل والجوز الطيب كل هالاشياء زين. انا بدي اسال سؤال يعني اللحمه الزينه بالقوزي شو اختار مثلا؟ شو اكثر شيء الرقوه. الرقوه العالم يحبوها. يحبوها اكثر شيء اكثر شيء الرقوه. انا ما جبت اجي وراها زنت الزنت ما ادري ما جبت هنا لي لا الرقوه خاصره وعجتي تجي تعلمي. تعال شوف هنا شوف من هنا اكو التبسي اي اسود هنا اكو سحول الاسود طبعا هنا اكو الشعريه اللي تخبل الشقره هذه اللي فيها البازيليا الله بقى هناك القيمه وبقى هناك الفاصوليا اللي خليت بيها العظم والعظم مال العجل. طبعا انا اسولفكم تشريب تمن الابيض وهنا القوزي عيدك تطبخ لي يا مثل هذا تدلل. تمام يلا نبلش ان شاء الله. نبلش يلا خلينا نطبخ. جينا على المقادير يا ابو حسن. هلا حبيبي ابو حسن. احنا سولفنا قبل شوي عن القوزي خلينا نخلي بيه ليمون ونخلي بيه بصل والفلفل والدارسين نوم بصل ما تخليه؟ يعني يريد تخليه او ما يريد تخليه. زين انا طاح لك بهارات انت شفتها شيكتها؟ اي شيكتها زينه كل زينه. زينه؟ هسه نفتح الكيس ونبلش نطبخها بالطريقه البسيطه طبعا اللي هي انه نخلي كل الخضروات هذه بالجدر هذا ونخلي اللحمه. هنا أنا راح يصير انه طبعا احنا يعني رياضتي احنا اذا نشتغل حتى بالمطعم عادي طبيعي يعني الموضوع اللي عنده اوردر يشتغل. هسه ما راح تتبلها لو مباشره نخليها بالجدر؟ لا نتبلها بالاول نخلي المواد مثلا نخلي البصل نصفي خلينا البصل وراح نخلي ويا الدارسين. هذا السر المهنه مال ما يقبل انت سر المهنه وخليه انا سالت سر المهنه حاول اسحبه يعني. طبعا ما اسولف لكم الريحه مالت الطبخ الا خرافيه رهيب عجيب والله. خلى البصل خلى الدارسين خلى الفلفل خلى الفلفل وانا هاي الليمونه انا جايبه صراحه يعني فرحت عليك انه تخليله انت براحتك خليه وخليه براحتك هاي لي انا بعدين صوت اللحم يصفط يعني يصفط؟ ايه هاي 500 غرام هنا راح يصير 400 غرام ممكن نقللوها ممكن نزيدوها لي شخصين اثنين يعني الدسام مثلي اللي يحبون الدسامه عفوا مثلي وملعقه بهارات خلي البهارات بغيت تخلي بهارات ملعقه كافي وحسب اذا عندك اكثر اللي بيها كان جوز الطيب اللي كان بيها قرنفل كان بيها كبابه كان بيها فلفل اسود خلينا بيها كزبره كمون فريش طحناهم كلهم سويه تقدرون تشوفوها يعني بالكامل. هسه نخلي المي نخلي المي خلينا المي هاي خليناها ونحطها على النار ونخليها على النار. طريقه ثانيه
يعني سؤال مثلا انا اشوي اي اكو شوي صحيح اكو شوي صحيح يعني بس اكو هاي العالم راخذتها من زمان القوزي اول شيء السلقة يا وسي طلع الزفرة مالته طلع الزفرة مالته بعدين تعطيه نص استوى لان راح يجي وراها يطلع بالزيت وبعدين تستوي اللحم وتطلع كل بعدين تصير خرافية خرافية رهيبة اكو بيو اكو ناس يخلوا اليدين حر تصير بعد اطيب بعد يصير بعد اي لان الحر يصير بعد طعمه هاي صح ولا اسود ما يصير اقول تبسي يعني. هنا القيمه هنا القيمه خلوا لي هنا. تمن والقوزي.